ايوه باشا، ايوه مختار باشا، انا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي. انا اللي بعتته المنيا، انا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شويه. ايوه، ازيك يا اخ بولس؟ هل مصر اصبحت منطقه ارهاب دوليه بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ انا عايزك تطمن خالص، واديك شايف رجالتنا قايمين بالواجب ولا لا؟ هو في الحقيقه قايمين بالواجب قوي، بس زيادة عن اللزوم. أنا بكلم سيادتك من المديرية، بعمل إيه في المديرية؟ أصلهم عرفوا اللي أنا بشتغل مع القاعدة. تنظيم القاعدة؟ فعلاً يا فندم، تفجير القنابل في الأماكن الحيوية دي ده أسلوب القاعدة. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ أنا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضرة الضابط. أيوة يا فندم. هل أعلنت أي جهة مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، إنما أكيد ده شخص مختل عقلياً. مختل عقلياً؟ ايوه انا معاك يا فندم. اللي تشوفه سعادتك يا باشا. مع السلامه. يا شيخ حسن، احنا متاسفين، ظهر ان في تشابه اسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا، تقدر تروح. يا حكومه قوم كل الظلم نهايه اليوم. يا اخوانا من النهارده الشيخ حسن العطار هو امام جامع البلد. امام؟ ايوه. وبكره ان شاء الله هو اللي هيخطب خطبه الجمعه في المسجد بالعند في الحكومه. الله اكبر. الله اكبر. يا حكومه قوم كل الظلم نهايه اليوم. حكومه قوم كل الظلم نهايه اليوم. كنا في البلد دي بقى خطر يا ماتيلدا. انت ما شفتيش الناس كانوا عاملين ازاي قدام المديريه؟ دول هتفوا ضد الحكومه وعايزين نبقى امام الجامع. طب وهنروح فين يا بولس؟ هنروح عند ويليام شحاته. هو ما فيش غير ويليام شحاته اللي نروح نقعد عنده؟ ماله ويليام شحاته؟ راجل طيب ومسيحي حقيقي. ده طار من الفرح لما عرف اللي احنا هنروح نقعد عنده. وبعدين انا حكيت له على كل حاجه من الاول للاخر. انا ما قلتش حاجه، بس جانيت اصلا ده حتى طنط تريزا مراته بتحبك كانك ابنها بالظبط. لا انا عارف هو بيرمي على ايه. مالها جانيت؟ وحشه جانيت يا ماتيلدا. احنا في ايه ولا في ايه يا بولس؟ افرض حد شافك هناك يبقى عملنا ايه؟ يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت ويليام شحاتة. صحيح، جانيت بنت ويليام شحاتة. أمورة خالص. نعم، ده المنيا أرحم. طب تعال ما تخافش، يلا. يا ساتر. أمورة جانيت. طب أنت هربان من الناس عايزين يقتلوك، أنا مالي؟ بس جانيت أمورة. أهلاً شرفتم ونورتم. أهلاً وسهلاً. اهلا يا استاذ حسن. وحشني يا تريزا. اهلا يا ست زينات. ازيك يا عماد؟ شيل الشنط بسرعه لعمك الحاج. اتفضلوا. منور يا حاج. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. مرحبا. مين دول يا هاني؟ دول سكان بوداد في العماره. وعم ويليام بقول له يا حاج. يا حاج. اوعى تغلط يا ويليام. تقع بلسانك تودينا في داهية، واوعى حد من العمارة يعرف حاجة، أرجوك. ما تخافش يا أخ بولس.
اتفضل يا كركة، اتفضل تعالى تعالى. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل. اهلا وسهلا. الاخ جارنا الجديد الحاج حسن العطار. مين؟ حسن العطار. فرصة سعيدة يا استاذ حسن. انا مرقص عبد الشهيد، لو وصلت اي حاجة انا تحت امرك. ربنا حافظ عليك يا استاذ مرقص. نورت العمارة يا استاذ حسن. منورة باهلها يا استاذ مرقص. طب اتفضل. اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. ما يصحش. اتفضل. يلا يا حاج حسن. بس ما تصحش نسيبه ده. انتوا هتقعدوا تتعزموا على بعض ولا ايه؟ رد بابك يا مرقص. اتفضل. اتفضل اتفضل يا حاج. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل يا بوليس يا اخويا، اتفضل. دي شقتك ومطرحك. شايف؟ شايف الشقه نظيفه وزي الفل ازاي؟ جانيت بتكنسها وتمسحها كل اسبوع، ما دي شقتها اللي هتتجوز فيها. ربنا يتمم لها بخير يا تريزا. يلا يا جرجس، دخل شنطتك في اوضتك وحط هدومك جوه الدولاب. يلا يا حبيبي. صدقني يا جرجس، بابي الفرحه ما كانتش سايعاه لما عرف انكم هتسكنوا معانا هنا. ابوكي ده شكله هيضيعنا. على فكره يا جرجس، الدقن شكلها حلو قوي خالص عليك. اه ما انا اقوم احلقها. سمعت ثريت تامر حسني الجديد؟ هسمع ثريت تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبله ولا في ايه؟ مالك يا جرجس؟ شكلك متضايق. متضايق؟ الله. واحد ابوه مهدد بالقتل وهربانين وسايبين بيتنا ومتشحططين، عاوزاني اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ اطلعي بره. انما مرقص عبد الشهيد اللي ساكن قصادي ده بيشتغل ايه يا ويليام؟ انا معرفش، بس هو طلب مني ياجر المحل اللي تحت، عاوز يعمل فيه شغل. ده كان في امريكا بقاله 20 سنه ولسه جاي، ما بقالوش شهرين في البيت. بان علي راجل طيب ومتدين. يا استاذ بولس، ده من ساعه ما سكن هنا لا شفناه دخل كنيسه، لا هو ولا مراته ولا بنته. يمكن مش عارف يا ويليام. كلم الكنيسه يفتقدوه، يجوا يفهموه، يعلموه يعمل ايه بالظبط. مسيحيين كتير جواهم الدين بس مش عارفين الطريق. ده كرم من عند ربنا يا زينب ان الشيخ حسن العطار سكن قدامنا. انا اسمع عنه من زمان، راجل تقي جدا ومبروك، قلبه عامر بنور الايمان، ده قطب من اقطاب الاسلام. يا زينب ده اكبر داعيه ديني في الصعيد. انما ويليام صاحب البيت ده ما بيسكنش غير مسيحيين يا محمود، ازاي يسكن الشيخ حسن العطار عنده؟ يا اخوانا يا اخوانا، الراجل ده عمل فيها معروف من 15 سنه ووقع بيته وجي يستجد بيا هو ومراته وابنه، اسيبه نام في الشارع؟ لا انا مش قليل الاصل. ما انا سبق وطلبت منك الشقه دي يا وليد وما رضيتش تديهاني، تقوم تديها لحسن العطار تستخسرها في المسيحي اللي زيك وتديها لواحد مسلم. دي شقه جانيت يا جورج، وهو مش هيقعد فيها على طول، دي كلها كام شهر وربنا يفرج عليه ويمشي. عرفيني يا هاني. مريم سعيدة يا مريم. ازيك يا هاني؟ وازاي أمك جورج؟ احنا كويسين. انا كنت عايز. في ايه يا هاني؟ ممكن تاخدي دي مني؟ ايه ده؟ اصل انا شفتك مش لابسه صليب قلت اجيبهولك يعني. لا يا هاني، اصل انا ده هديه مني، مش هاخد منك ثمنه. اصل انا ما اتعودتش اقبل هدايا من حد. هتكسفيني. انا اسفه يا هاني. مساء الخير. مساء بابا. هي الشقة اللي وصلنا سكنت؟ ايوه.
الشيخ حسن العطار. ايه حسن العطار؟ طب تيجي ازاي دي يا بابا؟ دول اكيد بقى جايين كوسه. سيب امك تعرف تقرا في المصحف. يلا ادخلوا جوه. ادخل. مساء الخير يا استاذ مرقص. مساء الخير. انا ابونا بطرس حنا كاهن كنيسه نرجركس والاباء الكهنه من الكنيسه. اهلا وسهلا. احنا جايين نقعد مع حضرتك شويه. اتفضل اتفضل. نورتوا الشقة نورتوا الشقة. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. الحقيقة الأستاذ ويليام قال إن حضرتك كنت في أمريكا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عشان كده قلنا نيجي نفتقد حضرتك ونتعرف عليك ونصلي لك وبمشيئة رب المجد تطلع معانا رحلة الكنيسة عاملاها. هنزور دير العذراء البرموس، ناخد بركة الأنبا موسى الأسود، ونعدي على العذراء السوريان وماري جرجس الخطبة، ويريد كمان تصلي معانا البصخة. أصلا أنا لسه راجع بالسفر يا أبونا، ويعني قصدي ما لحقتش أرتب أموري لسه. أنت آخر مرة تناولت فيها إمتى؟ أنا الحقيقة ما تناولتش. إزاي ما بتتناولش؟ تناولت إيه بالظبط يعني؟ أنا على 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 لحم بطني من الصبح. طيب آخر مرة اعترفت فيها كان إمتى؟ أعترف إيه؟ أنا راجل اللي في قلبي على لساني على طول. واضح يا أستاذ مرقص إنك كنت عايش في أمريكا حياة دنيوية، ما كنتش بيهتم بدينك ولا بربك. أيوه 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 أيوه. أصل المشاغل برة بتلهي الواحد. عشان كده إحنا جايين نعمل لك صلاة تبريك، نبارك لك بيتك وزوجتك وأولادك.